الحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت غرينتش. قناة الجزيرة في قطر تقدم حصاد اليوم، معكم جمال ريان وجمانة نمور. وفي حصاد الثلاثاء، رئيس في المنطقة شعار سلام على إيقاع حرب. اليوم في الانتخابات الأمريكية يكرم المتنافس أو يهان. روسيا وأوكرانيا، غاز والغاز. وفي قضية الحصاد، مجالس المحافظات العراقية، مشروع قانون في أدراج التحفظات. وفي فقرتنا التفاعلية لهذا اليوم، بعض من آرائكم وتعليقاتكم على قضايا الساعة. أرى أن إعادة نشر الصور المسيئة إلى الرسول الكريم ما هي إلا بمثابة تحدي أو اختبار لشوكة العالم الإسلامي.